السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام السرسابي. وقبل ما نبدا في الحلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. محترفنا المره دي في الحلقه دي هو محترفنا المصري محمد صلاح. محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب زيه زي رياض محرز، بيلتحق برياض محرز في افضل 30 لاعب مرشحين للكره الذهبيه البالون دور. كنا عملنا حلقه رياض محرز من شويه وقلنا ان رياض محرز من ضمن ال20 وفاضل 10 اسماء لسه هيتم اعلانهم، وكنا بنقول يا رب محمد صلاح يخش معاهم. فعلا محمد صلاح يلتحق برياض محرز للمنافسه على الكره الذهبيه ومنافسه 30 اسم على الكره الذهبيه. محمد صلاح للسنه الثانيه على التوالي. يلا بينا نخش على الحلقه ونتكلم عن انجازات محمد صلاح السنه اللي فاتت. بس قبل ما نخش على الحلقه يا تنزل تدعمنا بلايك، اللايك كتير، واي حد يخش يتفرج يعمل لايك لان اللايك بيرشح الفيديوهات للناس المشتركه واللي مش مشتركه، وشير للحلقه وسبسكرايب للناس الجديده وفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على الحلقه. محمد صلاح في السنه اللي فاتت واخد هداف الدوري الانجليزي واخد دوري ابطال اوروبا وطبعا كاس السوبر الاوروبي ولسه عنده كاس العالم للانديه. محمد صلاح للسنه الثانيه على التوالي في انجاز يحسب لمحمد صلاح انه يترشح لافضل لاعب للكره الذهبيه طبعا البالون دور. محمد صلاح انجازاته بترشحه زيه زي رياض محرز، فخر لينا ان عندنا اتنين لعيبه بينافسوا على البالون دور، حاجه كبيره جدا. اتنين من العرب رياض محرز ومحمد صلاح، فعلا دول فخري العرب زي ما في الجول كاتبه فخري العرب محمد صلاح ورياض محرز، وكاتبه انجازات كل واحد فيهم. محمد صلاح ان شاء الله يترتب برده، السنه فاتت كان واخد السادس، السنه دي عايزينه ضمن العشرة وعايزين رياض محرز ضمن عشرة. ان شاء الله محمد صلاح هيعمل انجاز زي السنة اللي فاتت. قول لنا في الكومنتات رأيك ان محمد صلاح هيختم في انهي مرحلة من الـ30، متوقع ياخد المركز الكام. كل الدعوات لرياض محرز، كل الدعوات لمحمد صلاح. كده بنكون وصلنا نهاية الحلقة، يا ريت تنزل تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس.